الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأقولها كلمة صدق وحق، أنا الدكتور أحمد بن علي بن يحيى به الهادي الحسني أقول كلمة حق. كنت إلى قبل 3 أيام ضد جماعة الدعوة، وأظن أنها جماعة وأنها على البدع وأنهم قبوريين، فسافرت بمالي ودون أن يعلم أحد، وجئت إلى باكستان حتى أنظر ماذا لديهم من بدع وقبورية، فلم أجد شيئا من ذلك على الإطلاق، بل هم دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يمثلون الدعوة الحقة ولا شيء سوى ذلك، يدعون إلى كتاب الله عز وجل وإلى توحيد الربوبية والألوهية، بل يؤكدون على توحيد الألوهية والعمل به في خطب جمعهم وجماعاتهم، بل يشرحون لا إله إلا الله بمعنى لا معبود، ومن قال أنهم يشرحونها بمعنى أنها توحيد الربوبية فهذا كذب ودجل، وهذا تأليف للطاعنين فيهم. أما هم فخطباؤهم وعلماؤهم، زرتهم وسمعت خطب الجمعة عندهم وسمعت محاضراتهم ودروسهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والحقيقة وأقولها، وأنا خريج الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وكنت ضد هذه الجماعة في كل محفل وفي كل مكان، أرى أنهم مبتدعة وقبورية، وقد ظلمت نفسي بذلك. ومن أراد الحق فليسلك طريقة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وأن ينزع الكرفس من أذنيه، وأن يحضر اجتماع بنغلاديش. هذه أمانة، أنت اتهمت المسلمين بالكفر أو بالبدعة أو بالضلال، فيجب عليك أن تتحمل هذا. انظر كم من المسلمين اتهمته بالبدعة أو بالكفر أو بالقبورية أو بالضلال، احضروا اجتماع بنغلاديش وترون من يقول عن جماعة الدعوة أنهم جماعة، هذا كذب ودجل، ولا بيعة عندهم ولا إمام، بل مشورة يجتمعون يتشاورون لأمر، 5-6 يخرجون إلى مسجد يتشاورون، أنت تغسل الصحون، أنت تطبخ، أنت كذا، أنت كذا، أنت تخرج للتوضيح للناس، أنت تشرح بعد الصلاة، تقرأ، تفعل كذا، مشورة، وليس لديهم إمارة. ومن قال أن لديهم إمارة إنما يريد أن يضرب دين الله بالدعاة إلى دين الله، يريد أن يضعف الإسلام. والحقيقة أنها الجماعة التي تمثل الدين والسنة الصحيحة في دعوتها، في توحيدها، في علمها، في العمل بذلك، وعلى هذا الأساس هم، ومن قال خلاف ذلك فما هي إلا تهمة وبطلان، وهذا باطل باطل باطل. جماعة الدعوة إن يسمونها فهي الدين الحق، إن أرادوا تسميتها جماعة الدعوة. أما الدعوة والتبليغ فهم يريدون منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة، يريدون منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ لا إله إلا الله للمسلم والكافر، للأسود والأبيض، لكل جنس ولكل لون، بأسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتبسط للناس، باللين مع الناس، بالحرق على إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والله أسأل أن ينشر بهم دينه وكتابه وسنة نبيه. وهذه الرسالة أرسلها بالتحديد إلى طلاب وخريجي الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وإلى كل من يدعي العقيدة السلفية. احذر يا أخي، الدين ليس أن تنقل الكذب، سمعنا وقلنا، تعال واحضر، تعال واحضر. الدين لا يوجد فيه قال علماؤنا، ما يوجد فيه إلا قال الله قال رسوله، غير ذلك هذا كذب. حقيقة جماعة الدعوة هم دعاة التوحيد، هم دعاة التوحيد، والله في بعض أفكارهم أشد
ممن يسمونهم أو يقول عنهم بعض الجهلاء الوهابية، دعاء إلى التوحيد بشدة، ويموتون في التوحيد وتحقيق التوحيد، يموتون في التوحيد وتحقيق التوحيد. من يترجم لكم أقوالهم؟ هؤلاء على فساد. من يقول أنهم يؤولون لا إله إلا الله بإدخال اليقين الفاسد، هم من العرب الكاذبين، هذا كذب. هم يقولون لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الذي يترجم هو يترجم كذب، لا إله إلا الله يفسرونها بالمعنى الحقيقي، يفسرونها بلا معبود بحق إلا الله، يدعون إلى الله، يتكلمون عن التوحيد، عن توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، يشرحون الأسماء والصفات. طلابهم يدرسون المذاهب السنية، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، يدرسون متن أبي شجاع في العقيدة، يدرسون العقيدة الطحاوية. يا طلاب الجامعة الإسلامية، هؤلاء يدرسون العقيدة التي تدرسونها في الجامعة، كتاب العقيدة الطحاوية هو المنهج المعتمد عند جماعة الدعوة، كتاب العقيدة الطحاوية هو المنهج المعتمد عند جماعة الدعوة. يدرسون الحديث بإسناده، سنن أبي داود والبخاري ومسلم والنسائي، وأنا حضرت بيان أحد علمائهم وهو يسوق الأحاديث حديثا بعد آخر بالسند. ردوا إلى عقولكم، واسألوا الله أن يغفر لكم وأن يتجاوز عنكم. اتهمتم إخوانكم بالكفر وبالبدعة وبالضلال، خافوا الله، احضروا، انظروا، زوروا بنغلاديش، زوروا باكستان، هند، زوروا الهند. لا تأتون إلى نظام الدين، نظام الدين فيها قبر، مدينة نظام الدين، لكن زوروا مسجد جماعة الدعوة فيها. أما الذي يأتي إلى نظام الدين ويرى القبر يطاف به ويقول هذا قبر التبليغ، هذا قبر في المدينة ما يستطيعون تغييره. زوروا مسجد جماعة الدعوة، هل فيه قبر؟ زرت مساجدهم، أبحثوا عن القبور. أنا من السلفيين المتشددين، أكثر من 20 سنة وأنا أحذر منهم، أكثر من 20 سنة وأنا أحذر منهم. جئت أبحث عن القبور ما وجدتها. جماعة الدعوة توحيد ودين وإيمان. أسأل الله العلي القدير أن يسامحني وأن يغفر لي. وليس لهم بيعة إطلاقا، هم على منهج السلف الصالح. حفظك الله يا شيخ. إذن تحكي لنا كيف أتيت؟ وجئت إلى هنا باختياري، ما أحد أجبرني. كلمني أحد الإخوة أن عندهم اجتماع، فذهبت بجوازي إلى سفارة باكستان، ثم أخذت التذكرة وجئت بنفسي وزرت المكان الأول الذي هم فيه، قالوا مركز الجماعة، ولفيت حوله وطفت، أريد أن أرى قبور ما رأيت. خرجنا إلى مكان الاجتماع، أريد أرى قبور بدع. العامل الذي يحرص في جماعة الدعوة، كما تقولون إن أردتم تسمونها جماعة الدعوة، يعلمك السنة في الوضوء، في الأكل، في الشرب، عمال يعلمون طلبة العلم، يعلمونهم السنة في كل شيء، حتى في جلوسهم وحركتهم وذهابهم وإيابهم. ولذلك أنا أقولها أمانة وإنذار بين يدي الله، أهل الدعوة أهل السنة. وأوصل هذا إلى بلادكم، قولوا رأينا واحد من خريجين. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون.